اول حاجه اللي هي طبعا في على الموبايل بتبقى في ابلكيشن ان انا اقدر احدد اوقات او الساعات لو احنا هنتكلم مع مثلا اطفالنا سن صغير، فبيبقى في ابلكيشن احنا اسمها المراقبه الابويه، جميل. فنقدر من تليفوننا احنا نقدر نشوف ايه ابني دخل سيرش، عمل سيرش على ايه، الحاجات اللي ظهرت له كمان، ما هو احيانا بتظهر له حاجات هو صحيح في الإعلانات وفي الحاجات دي. بالظبط في كل الابلكيشن اصلا صحيح. ممكن تظهر. فازاي احجب المحتوى ده؟ ده الف باء تثقيف الكتروني، ازاي احمي ابني من الغزو الالكتروني اللي هو بيجي له وهو قاعد؟ احنا زمان كنا بنامن ولادنا بكذا طريقه، دلوقتي مش هنلحق منين ولا منين؟ مش ملاحقين فعلا. بالضبط. فدي اول خطوه، ازاي اامن اولادي من مخاطر التكنولوجي، ازاي اطلع على الحاجات اللي هم بيتفرجوا عليها. ايوه دي اول حاجه. بعد كده هبدا بقى ان انا في طبعا الابلكيشنز كتيره جدا نقدر، ومنصات كتيره نقدر نثقف نفسنا. مش بقول الاسره تثقف نفسها الكترونيا عشان اروح اتعلم البرمجه، طبعا لا هو طبعا. افضل، بس الناس يعني ايه، لا على الاقل اعرف ازاي احمي حسابات ابني من المخاطر دي، ازاي احجب المحتويات الغير لائقه، ازاي اعرف لو في العاب الكترونيه احنا بنشوفهم بيلعبوا، فهو لعبة. احنا كل التصور أولياء الأمور مثلا هو مجرد بيلعب، لكن الألعاب دي فيها مخاطر كتيرة جدا.